سلامات انت طول الغيم وعذوق النخال والطير تزف بها الشموس من النفوس الشيخ الغالي. من جديد ارحب بكم مشاهدي الكرام، حياكم الله في الحلقه 17 من المسابقه الشعريه الكبرى سلامة سلطان، والتي يرعاها ويدعمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بديوان سمو ولي العهد. قبل أن نبدأ هذه الجولة، ولأن الاستفسارات تحتاج إلى توضيح أكثر وأكثر، ولأن أعضاء اللجنة أيضا طلبوا مني أن أطلب من الأستاذ المشرف العام على القناة الأستاذ حبيب العازمي الحضور إلى الاستوديو، فليتفضل مشكورا. تفضل أبو فيصل. أبو بدر لو سمحت اعطيني المايك. حياك الله يا ابو فيصل، كيف الحال؟ يلا حياك. خير محمد. تفضل طال عمرك، خلي الميكروفون معك. الان اي شيء يخص التعامل مع القصائد يحملون قناه المرقاب، يقولون مثلا والله القناه هي السبب في استبعاد قصائدنا، احنا وصلنا الى مرحله انه نسلم القصائد للجان. فإلا تتحدثنا عن اليه التعامل مع القصيده ابو فيصل من بدايه وصولها حتى وصولها للجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اتقدم بخالص الشكر والعرفان والامتنان لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان على دعمه وتشريفه ورعايته الكريمه لهذه المسابقه التي بلا شك عزيزه علينا جميعا. ثانيا بالنسبه للناس، طبعا رضا الناس غايه لم تدرك، لكن يجب ان ما نقول في هذه المناسبه اشياء تعكر جوها واهميتها. احنا من البدايه وضعنا شروط واخترنا رجال إن شاء الله كفاء، ووضعنا هذه المسؤولية عليهم، مسؤولية الأخوان في إدارة القناة وحسب ما لديهم من تعليمات استلام القصائد وتصويرها والطمس على الأسماء في الصور وترقيمها بأرقام مسجلة في الحاسب الآلي ومدون كل أمام كل اسم شاعر البيت الأول من قصيدته، بحيث أنه للشاعر ما يمكن الدخول له بقصيدة أخرى بالإضافة للاسم. بهذا الدور تقوم إدارة القناة بتنظيم القصائد وتصويرها وتسليمها إلى اللجنة. اللجنة هم طبعا المفوضين باختيار الأنسب والأجمل، وحنا نبحث عن الأجمل، وهدفنا أنه صاحب الحق يأخذ حقه يعني في هذه المناسبة، رغم أن كلنا لنا الحق في المشاركة، لكن الآلية هو أولا اللجنة لديها شروط واضحة، ان القصيده التي لا تستوفي الشروط انه لا يجب دخولها في المسابقه. لا. لاننا سبق وان قدمنا الشروط. الشيء الثاني انه برضه الاخوان في القناه عندهم اليه للقصائد الغير واضحه لابد من عرضها على اللجنه، لكنها تفرز لوحدها وتسلم للجنه. لا. الغير واضحه خطيا يعني. بالاضافه الى خط اليد، القصائد اللي بخط اليد برضه لابد من اخذ الراي اللجنه فيها. بهذه الحاله لدينا ثلاثه محاور: محور القصائد الغير مكتمل الشروط، محور القصائد الغير واضحة في الطباعة، محور القصائد المكتوبة بخط اليد. هذه تسلم بثلاثة ملفات للجنة، وبالأول وبالتالي اللجنة هم أصحاب القرار، يقرون ما يشون ويستبعدون ما يشون، لكنهم ندرك تماما أنهم يقرون وفق ضوابط معينة لهذه المسابقة. ونتمنى للجميع الفوز إن شاء الله. أبو فهد، وأنا والله أتيحت الفرصة شاركت، لكن فتحت سحب علي أني هذا إذا فزت يعني. أنت شاركت الله يعطيك العافية بأبيات وشيلة جميلة في الحلقة اللي كنت معنا فيها ضيف. لكن أبو فيصل اللي أعرفه أنه كثافة القصائد ازدادت بعد رعاية صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان للمسابقة. ما في شك. وهل ستمدد يعني المسابقة يعني كلجنة تحكيم وعرض قصائد في الأيام القادمة؟ والله ودنا احنا أن نمدد ثلاثة شهور. علشان أنا نرضي الناس كلها ونستقبل قصائدهم، لكن هذه سياسة برنامج وخطة البرنامج وضعت على أساس أنها تمشي بهذا الترتيب. في تفكير إن شاء الله نحاول أن بدل ما نطبع 100 قصيدة نطبع 200 إن شاء الله، يعني هذه نضيفها أن بدل ما نطبع في الديوان 100 أن نطبعها 200. جميل. هذا إن شاء الله وعد وإن شاء الله نافيه. جميل، الله يعطيك العافيه ابو فيصل. يعني استدعيناك للتوضيح ووضحت، الله يعطيك العافيه والله يسلمك من الاحراجات. انا اعرف انه يعني تجيك احراجات وتجيك انتقادات وانه يعني القناه والقناه والقناه، لكن الله يعطيك العافيه. العموم الاحراج وارد والناس من حقها تقول ومن حقها، لكن ابي شيء من المشاهدين انهم يثقون تمام الثقه ان الهدف من هذه المسابقه هو ابراز المشاعر الوطنيه لا اكثر ولا اقل. جميل. يعني ما لها اي هدف ثاني لا للقناه
ولا للجنة إلا أن تتيح الفرصة إلى أن المواطنين يكون هناك منبر يعبرون عنه. نعم. يعبرون من خلاله قصدي عن هذه المناسبة اللي بلا شك عزيزة علينا جميعا وهذا نعم. من واجباتنا الوطنية بلا شك. جميل. والقناة فازت يعني فوز كبير والمشاهدين والشعراء فازوا برعاية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعني ما في شك صراحة هذا تاج على المرقاب. نعم. هذا تاج على المرقاب. احنا نقول ان انت شاهد من اعلى المرقاب لكن الان نعتبر ان التاج هو اللي شاهد من اعلى. نعم. الله يعطيك العافية ابو فيصل. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا الله يعطيك العافية. على بركة الله مشاهدي الكرام نبدأ الجولة الأولى. يلا على بركة الله يا أبو بدر. بسم الله. أبطلب اللي على الأمة أضف أخيره أرسل نبيه الخلق وانزل كتابه والأمر بيديه تقديمه وتأخيره ولا راد شيء يجيبه قدم أسبابه يحمي ملك شعبنا اللي حكمه يديره والله يعزه ويرحم شايب جابه شعبه يحبه وعنده زاد تقديره الشعب حنون وفاتح بابه ويسلم أن اللي نبيه ولا نبي غيره إلا أخوانه عيال العود وأصلابه والله يسلم لنا سلطان ويديره يسلم لداره ولأخوانه ولأقرابه اللي أعطى المال ما يحسب مخاسيره ولو نحسب اللي أعطى المال ما يحسب مخاسيره ولو نحسب اللي عطى ما نحصي حسابه ولي عهد البلاد وطيب السيرة حامي أحمد دار قدوة من تقدابه عداه ربي شق الوقت ومقاديره لغبر الوقت للناس وكشر نابه شعبه لنا شعب وبلاده لنا ديره اللي رباها وحنا معه عشنا. شكرا. الجولة التحكيمية الأولى على بركة الله. أبو ماجد تفضل. القصيدة جيدة اكتفى صاحبها بحد الأدنى من الأبيات اللي هي 10 أبيات بيتين الأولات طلب الإله اللي ما يطلب غيره عز وجل والله يحقق له ما أطلبه إن شاء الله ولنا كلنا جزاه الله على خير. القصيدة جيدة لا بأس فيها لكنها فيها شروط مسابقة ما أتى بها وهذا الأشياء اللي حنا نحذر منها أنه شروط المسابقة معروفة ومحددة. نعم. صح لسان شاعر على شعوره. شكرا الله يعطيك العافية. شاعر زيد بن سلمي تفضل. والله القصيدة جيدة بالنسبة لأبياتها ومشاعر شاعرها ممتازة جدا يحمي ملك شعبنا اللي حكمه يديره والله يعزه ويرحم شايب جابه حنا نقول الله يحفظنا ويخلينا الملك ويرحم عبد العزيز وتقبل إن شاء الله دعوة الداعي. القصيدة ينقصها شروط المسابقة ولكن هي الحقيقة شاعرها ما قصر وبيض الله وجهه. شكرا. شكرا يعطيك العافية. شاعر مشعل فوازي. بسم الله الرحمن الرحيم. مسي على المشاهدين الكرام في كل مكان سواء في مملكتنا الغالية أو في الدول العربية الشقيقة وأنا أعلم أن البرنامج مشاهد بالذات في دول الخليج وأصداه لله الحمد في كل مكان. بالدرجة الأولى لحب هذا الرجل والدرجة الثانية لما يحمله من قيمة شعرية نتمنى أن تلتقي إلى ذوائق المشاهدين في كل مكان. بصقر بس اسمح لي والزملاء كلمة بما أن في ليلة استثنائية فيها يعني نوع من الـ الـ التقييم الـ النهائي المجموعة من القصائد فأوجه كلمة للزملاء الشعراء سواء الذين قيمت قصائدهم أو الذين قصائدهم في طريقة للتقييم فأقول يا جماعة ترى عضو اللجنة عندما يقيم النص ويبدي ملاحظاته ويقول يفترض أن الشاعر قال الكلمة هذه أو ليته استبدلها عضو اللجنة هنا ما يمارس الاستاذية على الشاعر ولا يدعي أنه يفهم أكثر منه أو يدعي أنه مثلا يحيط بالعملية الإبداعية أكثر منه بالعكس هي عملية كاملية عملية تبدأ من الشاعر يكتب القصيدة ومن ثم يرسلها لعضو اللجنة لمهمته تشريح النص والحديث عن إيجابياته وسلبياته ثم تبدأ المرحلة الثالثة والأهم اللي هي نقد النقد تقييم الملايين لأداء أعضاء اللجنة هل كان عضو اللجنة منصف هل كان عضو اللجنة واعي هل عضو اللجنة يعني مرت عليها أشياء يفترض أنه يتنبه لها ويتكلم عنها
فالعملية مثل ما قلت تكاملية وتحدث أمام الجميع وبدون أسماء، يعني في أحيان كثيرة جينا نصوص مفرحة، وحنا دائما نبحث عن النص اللي يسعدنا ويسعد المشاهدين ويجملنا الحديث عنه، ولكن أيضا تمر نصوص يعني لابد الواحد يتحدث عن الأشياء يعني في ينقد الشعر اللي داخلها. وأنا شخصيا يعني أقسم بالله العظيم على ذلك، ولا أحد له عندي يمين أن في الليلة اللي أتكلم عن ملاحظات كثيرة على القصيدة أني أطلع وأنا ضايق صدري وأحس بتأنيب الضمير، لأني يعني أكون قد قسيت على الشاعر. لكن يعني في النهاية هذه آلية برنامج، ومثل ما قلت يكفي أن الكلام هذا يدور بعيد عن الأسماء، ولا جميع الأسماء لها الاحترام ولها التقدير، وحنا نتكلم عن نتاج أدبي وقد نخطئ وقد نصيب. هذا اللي حبيت أقوله. بالنسبة للنص، النص يعني جيد، ما ودي برضه يعني أبحث عن بعض السلبيات وأنا توي متحدث الموضوع، لكن الشاعر يقول يحمي ملك شعبنا اللي حكمه يديره والله يعزه ويرحم شايب جابه، فنقول الله يطول عمر أبو متعب ويرحم المؤسس العظيم اللي هو عبارة عن أمة في رجل، يعني من وين ما جيته وجدت الكثير من الصفات اللي الشاعر يجد ضالته فيها ويجد الأوصاف اللي تعينه وتوصل فكرته، يعني أكثر من أن نطلق عليه كلمة شايب يعني مجرد بالشكل اللي تطلق على عامة الناس. الملك عبد العزيز فضاء واسع ومجال رحب يخدم الشاعر ويخدم الفكرة اللي عنده ممكن يوصلها. قصيدة جيدة ولا قصر الشاعر. شكراً، الله يعطيك العافية. ولا شك أن هذه المناسبة هي الأغلى، وإذا كانت هذه المناسبة هي الأغلى فمشاعر الشعراء غالية أيضاً، الله يعطيكم العافية. وأنا قلت ما راح يرضى عنكم إلا واحد فقط، هو اللي قصيدة أخذت المركز الأول، الباقيين ما هم راضين. نتعرف على اسم الشاعر. الشاعر فريجي بن عايض ابن مترك السبيعي. شاعر فريجي بن عايض السبيعي، الله يعطيك العافية، وصلت قصيدتك ووصل شعورك. ثانية. يا حامل المسك كل الأرض عطرها، بالذات شبه الجزيرة دار خنورا، دار انت لجي المآدم في منابرها بالدين والطيب والعادات معمورا، يقبلت المسلمين اللهم طهرها، وحكامها بالعدل والخير مشهورة، وعدوان هذا الوطن نجتث دابرها بمرها الواحد المعبود مدحورة، وبهمة الشاوس تند صوابرها اللي بهم قبلة الإسلام منصورة، المملكة أهل العرب زفت بشيرها سلامة الرمز حجة عام مبرورة، الناس جها خبر يبهج سرايرها، كل العرب بالخبر فالكون مسرورة، سلطان طيب وفرحتنا نجيرها في بنك برج السعادة فيه مدخورة، عودة عيد القروب أزكى مفاخرها، على الهوى ننقله بالصوت والصورة، صعبة مزايا في لحظات نذكرها لكن بإيجاز والأمجاد مسطورة، ريف اليتامى مدد يجبر خواطرها، من قبل لا تلتقيه نفوس مكسورة، عالج وساعد وكم كربهم يسرها لذا المواطن فلا نستغرب شعوره، شعر الشعب أبو خالد يقدرها، ورود من كل صنف ولون منثورة، الناس من حقها تبدي مشاعرها، والشعب مشكور والمرقاب مشكور. وأنت مشكور أيضا يا أبو بدر، شكرا جزيلا. تفضل أبو ماجد. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا أول أطافنا نمسي على الجمهور بالخير والمشاهدين، وأشوى أن أبو يزيد ما قصر يعني والله أساساً عشان كذا للي تعرف تسليم القصائد ضيقة ستورنا شوي هنا واجد وفيها شوية من الله يعينكم الجاي أكثر طبعاً. الله يعين بس، لكن نمسي على المشاهدين كلهم بالخير ويعذروننا عن التقصير الأول. طبعاً بالنسبة للقصيدة رائعة جداً جداً، يعني من القصائد اللي يقف الواحد لها احترام وتقدير لها، الشاعر اللي ما قصر يا حامل المسك كل الأرض عطرها بالذات شبه الجزيرة دار أخو نورة، دار تلج المآذن في منابرها بالدين والطيب والعادات معمورة، هي قبلة المسلمين اللهم طهرها وحكامها بالعدل والخير مشهورة، كلام جميل. ما ودي استعرض كل الأبيات عشان أبو ممدوح بعد ما يقول أخذ مني شيء، لكن القصيدة رائعة وأحترم شاعرها وأشكره شكر جزيل على هالنص الجميل جدا. شكرا. وهذا هجيني مرفوع، واللي قبلها هجيني مرفوع، لكن بعد الثالثة هجيني مرفوع ما أدري عاد
على هالبحر الجميل جدا لأنه نعم. بحر شيلة نعم وصح إنسان شاعر. أعطيك العافية أبو ماجد. تفضل أبو ممدوح. صعبة مزاياه في لحظات نذكرها لكن بإيجاز والأمجاد مسطورة فعلا. مزايا سمو الأمير سلطان ومنجزاته صعبة أن أي واحد يتطرقها يقدر يحصيها، ولكن اللي له منا نقول الله يجزاه الجزاء اللي هو يستحقه نعم. ويعافيه ويكتبها إن شاء الله في موازين أعماله. الحقيقة الشاعر ما قصر والشرح والإيجاز من زميلي أبو ماجد أظن يكفي، وأنا ما أقول هذا الشاعر إلا صح لسانك ولا قصرت وبيضت وجهك فيما قدمت. شكرا شكرا. أبو يزيد. الناس من حقها تبدي من شاعرها، الشعب مشكور والمرقاب مشكورة، وانت يا شاعرنا القدير مشكور على هالدرة الثمينة. ابتديتها بالندى للحامل المسك لتعطير الأرض، فكان هذا النص هو المسك اللي عطر أجواء الشعر. قصيدة كتبها شاعر مطبوع لا يتكلف ولا يتصنع، ويعرف يزن المعنى قبل يزن اللحن. من الطبيعي إذن أن يأتي بهذه الفاتنة الشعرية اللي كل ما فيها رائع وجميل ومدهش. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. تعرفنا على التحكيم، نتعرف على اسم الشاعر. شاعر محمد بن سعد الهجلة. أيضا هذا معروف، الشاعر محمد بن سعد الهجلة، الله يعطيك العافية. قصيدة أكثر من رائعة تستحق كل الإشادة وكل الشكر. الصدر ميلادها والعقل منطقها، نشمية الشعر تسليمه ترحيبه، يهل ودانها من عقب بارقها، الطيب منها وكل الطيب تحريبه. نسولفت قالوا والأجواد مصدقها، ترجح موازينها بالحق ومصيبة، من دوحة العز مطلعها ومشرقها، دار التميم حمد والمجد والهيبة، الأرض رسالات والبيتين مطلقها، على شعور الغلا والحب والطيبة، يا الله يا الله يا ربي توفقها في مدح دار الرجال ويثرب وطيبة، المملكة مهبط الوحي وتعلقها، قلوب من يفعل الطيب ومواجيبة، أطهر ثرى في جميع الكون وأعمقها حضارة ضاربة في العمق ومنيمة، في ظل أبو متعب العادل تعلقها، اللي ملكها بسط العدل والطيبة، نفسه على نصرة الإسلام مشفقها، والله اللي يبطي وتاريخه ماريبة، وانقل سلطان تاج الجود وأطلقها، لحيه فعل المراجل دوم يحكيبة، يا رب نفسه من الأسقام تعتقها، وترد ركبه النجد وتقصر الغيبة، اللي غيابة سبود الناس محرقها، يا الله أنا طلبك لدياره، يا الله أنا طالبك لديارها تجيبه، واثني وسلم على سلمان وانطقها، كلمة شكر تنتهي بالثم تبديبه، ومحبة المملكة بالصدر علقها، أسامة عز على شاعر معتيبة. شكرا، الله يعطيك العافية أبو بدر. هذا إلى حد كبير كشف عن ملامح إيه؟ عن ملامح صاحبه، بس في إحراج لي أنا، لكن أنا ماني قايل الحقيقة ولا أنا زود الحقيقة. كشف الدولة وكشف الاسم. تفضل. أنا أقول قصيدة رائعة بكل ما تعني هذه الأبيات، شاعرها يشكر من أعماق على هذا النص الرائع بحق الشيخ حمد آل ثاني، الله يجزاه خير، من أوائل الناس اللي زاروا الأمير سلطان في مقر إقامته في المغرب. وأنا أشكر له الشاعر هذا الأخ من قطر، أشكر له قصيدته وأشكر له شعوره نعم. تجاه الأمير، الله يحفظه ويرجعه بالسلامة، وأقول صح لسانك، رغم أن عندي عليها مدخل بسيط، يقول يالله يالله يا ربي توفقها في مدح دار الرجال ويثرب وطيبة. أنا أعتقد يثرب وطيبة هي تعني المدينة المنورة اللي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد، وشاكر لها القصيدة، وبرضه هذه هجيني مرفوع مثل اللي قبلها، صار ثلاث الليلة. جميل جميل، مشكور جولة كل ليلة مدهشة أنت يا أبو ماجد، الله يعطيك العافية. عافية. تفضل أبو ممدوح. أنا أقول نشمية الشعر جت من شاعر النشمي، والحقيقة جاد، ومحبة المملكة بالصدر علقها، وسام عز على شاعر من عتيبة، ما قصرت يا عتيبي وعلقت لك وسام يشرف، والحقيقة ما قصر وبيض الله وجهه، وأنا واثق تمام الثقة أن اللي يحس به الشاعر أو المواطن السعودي هو اللي يحس به الشاعر أو المواطن الخليجي نعم. وكلنا إحساسنا واحد،
واتجاهنا واحد وتلاحمنا واحد. فأنا أقول بيض الله وجه هالشاعر والله يحفظه ولا قصر. شكرا يا أبو ممدوح. تفضل يا أبو يزيد. العجيب يا أبو صقر أن أبو ماجد يأخذ الأبيات عن أبو ممدوح، أبو ممدوح يأخذ الأفكار من رأسي. يعني أنا كنت بقول أن هذه نشمية الشعراء وشاعرها نشمية، هذه نشمية الشعر وشاعرها نشمية الشعراء، فقال أبو ممدوح وفدر رأسه. ما شاء الله، ما في مانع أنك تكررها لأن هي والله إذا وصل أبو ممدوح إلى أنه يتسلط على الفكر يعني هذه قوية. عموما القصيدة مشرقة وكما هي جهة قدومها، يعني أتت من خارج الحدود بجواز سفر شعري يدخل كل قلب. أبيات جميلة جدا، أطهر ثرى في جميع الكون وأعمقها، حضارة ضاربة في العمق منيبة، طبعا منيبة من الإنابة لله، نفسه على نصرة الإسلام مشفقها والله اليبطي وتاريخه ماريبة، تاريخ الخادم الحرمين الله يطول عمره تماريبه كل الشعوب. نعم، قصيدة رائعة وشاعرها يعني نقول له ألف مرحبا فيك وبيض الله وجهك. شكرا، الله يعطيكم العافية. نتعرف على صاحب القصيدة المدهشة يا أبو بدر. شاعر جهز بن سيف العتيبي، الدوحة، قطر. الشاعر والإعلامي، طبعا هو إعلامي مخضرم، الشاعر والإعلامي جهز بن سيف العتيبي، الله يعطيك ألف عافية. قصيدة في منتهى الدهشة تستحق كل الشكر على مشاعرك وعلى قصيدتك. وطننا وطننا والغلا كل يوم يزود، نجدد ولاك وراية الدين مرفوعة، على بيعة معزي نجدد ولا ابن سعود، وهذه عوايد شعب ما غير طبوعه، تحت حكم ابو متعب ننوش السحاب صعود، تلاحم بيادتنا مع الشعب مزروعة، اقوله وانا عندي دليل وعليه شهود، غلا سيدي سلطان نظمه ونجوعه، جميع البشر تنشد مثل الوطن بيعود، تلهف على شوفه ولقياه ورجوعه، أمير القلوب وفزعة الشعب والمضهود، بقت صورته بقلوب الأطفال مطبوعة، من الجود ما خلت يمينه الغير جود، عن المد يمنا غير يمنه مقروعة، مساعيه لأجل المملكة جالها مردود، سمت درة من كل الأقطار متبوعة، نقلها وطورها وعطاها بدون حدود، مشاريع وإنجازات تقرأ ومسموعة، تجف المحافل ما حوت فعلها المحمود، ويطول الكلام ولانتهى شرح موضوع، عطوف على شعب يحن الولد والعود، يحضن اليتيم ولا بكى يمسح دموعه، بنى للأرامل الدور وحرر عطاه قيود، وفكر قابلي من السيف مفزوعة، حميد السجاية والكرم عدها المارود، يبل الكبود اليابسة عذب ينبوعة، عضيد لابو متعب وحنا وراه جنود، تحت راية التوحيد نمشي على طوع، سلامة سموه عيد في كل عام يعود، ولع قندي للفرح فيه وشموه. شكرا، الله يعطيك العافية محمد. شاعر حمد الأسعدي. والله قصيدة جيدة جدا، شعور شاعرها مميز صراحة، من القصائد اللي تحترمها وتحترم شاعرها، له أبيات جميلة، تجف المحابر ما حوت فعلها المحمود، وطول الكلام لانتهى شرح موضوعه، عطوف على شعبه يحن الوالد والعود، يحضن اليتيم ولا بكى يمسح دموعه، كلام جميل جدا، والأمير الله يطول عمره يرده بالسلامة، فعلا هذه من صفاته. ولا ودي عاد برضه أخذ بعض الأبيات، لكن عضيد اللي مو متعب وحنا وراه جنود، تحت راية التوحيد نمشي على طوعه، هذا كلام شعور كل مواطن في هالبلد، وصح لسان شاعره. الله يعطيك العافية. وطبعا البيت الجميل ترى ممكن ينطق أكثر من مرة يعني، بس أبو ممدوح يحب يشاكسك بس. لا خليت الأبيات. لا هو ما قصر الله، طبعا القصيدة هذه كلها من أولها حتى نهايتها كل بيت فيها إشاد بصراحة، وأبو ماجد محظوظ الليلة في القصائد الجزلة وعلى الطرق الهجيني. نعم. ده هذه صارت منكوس أبوي. أيضا هذه منكوس صح. فهو ما بين الطرقين الهجيني والمنكوس. نعم. كلها تعدى إلي. الحقيقة القصيدة كل بيت فيها إنشاد به، وأنا أقول في منتهى الروعة، وهني شعره صراحة على الموهبة
الشعرية المميزة صراحة. سلامة سموه عيد في كل عام يعود، نولع قناديل الفرح فيه وشموعه، فعلا يستاهل، وإن شاء الله أنه يعود بالعافية والسلامة، ونولع قناديل الفرح فيه وشموعه بإذن الله إن شاء الله. صح لسان الشاعر. شكرا شكرا يا أبو ممدوح. تفضل أبو يزيد. القصيدة رائعة المبنى والمعنى، تتضح فيها خبرة الشاعر ومقدرته، فيها الكثير من الأشياء الجميلة، لكن من الملاحظات اتحاد حكم أبو متعب، نوش السحاب صعود، تلاحم قيادتنا مع الشعب مزروعة. طبعا هذه من الأشياء اللي يمكن تحدث عنها ليليا حول إسناد الضمائر الخاطئ. للإيضاح من الجود ما خلت يمينه الغير هجود، عن المد يمنا غير يمناه مقروعة. طبعا لفظة من جنوبنا الحبيب بمعنى الزجر أو المنع والتحذير، وجاي أصلها من القرع، قرع الجرس أو قرع طبول المعارك، للإنذار أو للتحذير أو للزجر. نعم. شكرا شكرا الله يعطيكم العافية. أعضاء لجنة التحكيم، نتعرف على اسم الشاعر. الشاعر ظافر بن سعيد السهلي. الشاعر ظافر بن سعيد السهلي، الله يعطيك العافية، قصيدة تستحق الإشادة والشكر لك. يالله يا منزل من المزن هثهاث، يا الواحد المعبود من شسحوبي، تحفظ وطننا من غدر كل عباث، دار الملوك من نفسينا الكروبي، اللي غلاهم في قلوب البشرعات، يجري جراين الدمى في القلوب، عبد الله وسلطان رافين الأحداث، وإخوانهم غيثن الكل الشعوب، للشر دفانه وللخير نباث، درع الوطن وقت الرخاء والحروب، ويا هاجسي في ناصر كل مغتاث، عطني درر ترى الكلام محسوبي، فميرنا اللي للمواجيب حثاث، سلطان ابو خالد حسين السلوب، طب النفوس اللي غفت عنها الابحاث، زعيمنا اللي في قلوب محبوبي، رعى الصخاخ سمن على كل نفاث، نلوذ به بعد الولي فالخطوبي، يا مرحبا به عد ما هل رثراث، وما جاه جعله طهرة للذنوب، ابو اليتيم اللي نشا مالها وراث، اللي عليهم غلقات الدروبي، وعون الكبير اللي على ركبته جاث، اللي دنت شمسه الحد الغروبي، وعون المريض اللي تفك، وعون المريض اللي تفاكيرها ثلاث، اللي عن المضجع جاف الجنوب، وكم من فقير حط له بيت وثاث، ويقابل السائل بصدر الرحوبي، راعي صخى سلطان للفقر جثاث، خيره وصل في كل حدب وصل. شكرا لك يا ابو بدر. والقصيدة جيدة نوعا ما، يعني اختار القافية في كل الصدر، والعجز ما كانت في صالح القصيدة، ولا هو شاعر متمكن ما في كلام، ولا أقدم على هالقوافي إلا لأنه ما أقدم على آثل هو متمكن، يعني متمكن، لكن ما كانت على المطلوب اللي حنا ودنا أن تكون فيه، يعني مع اعتذار الشاعر، لأنه يالله يا منزل من المزن هثهاث، يا الواحد المعبود منش السحوبي، السحوبي لا يمكن تجي السحاب بأي حال من الأحوال، يعني ما تقدر تجيزها حتى في الشعر، يعني ممكن تجي الحين الشاعر له يجوز له ما لا يجوز لغيره، بس هنا ما تجي، اي كل حرف عله الالف، يعني اي بس ما الواو قلبها مدري الالف قلبها واو ولا لا، مع احترامي للشاعر انا اقول اختيار القافيه اسرع على قصيدته، ولا هو شاعر متمكن وصح زان على شعوره. شكرا الله يعطيك العافيه ابو ماجد. تفضل ابو ممدوح. القصيده جيده، ونفس الملاحظة اللي لاحظها أبو ماجد، وهنا ملاحظة يقول اللي غلاهم في قلوب البشر عاث، العوث هنا المضر، يعني اللي بعثر عاث فشي تقول، ولكن هذا اللي غلا الغلا هذا يسكن في القلوب ويزيد القلوب أناس ولا يسع عوث. أبو ممدوح ويقول عاث يعني ما أبقى شيء، يعني يعني زيج، يعني كأن زي اللي يقول اجتاح، يعني كل شيء خلاص، لا عاث ما بقى ثاني، العوث المبعثر الخراب،
أدري أنت يعني تعود تسمعها وتعود أن أسمعها من عاث في الأرض فسادا يعني. عوث. لكن العوث هنا أعتقد أنه من الاجتياح أنه ما خلى غلا سلطان تفوق على كل شيء يعني. بس اللفظ. بس هو يقول اللي غلاهم في قلوب البشر. خلي دور درجة طيب للشاعر أبو ماجد. لا لا بس هي كلمة عاث مو مكانها هنا. أنا نفس القافية نفس الملاحظة اللي قال أبو ماجد القافية هذه. أثرت عليها القافية. أثرت على الشاعر هذا وأجبرته على استخدام بعض المفردات اللي في غير مكانها. نعم. والحقيقة هي قصيدة شاعر بس عاد الملاحظة ذي لا يأخذها من باب الانتقاد أن أنا أقول هذا شاعر ولكن اختياره لهذه القافية أجبرته أن يقول شيء هو في غنى عنه وأنا أقول صح لسانه أهم حاجة مشاعره. شكرا شكرا أبو ممدوح الله يعطيك العافية. تفضل أبو يزيد. حقيقة من الواضح أن الشاعر تعب في القصيدة واجتهد بشكل كبير لكن تمنيت لو ريح نفسه من صعوبة القافية لأنها أجبرت على الدخول في الكثير من الإشكالات اللي وضع كلمات في غير مدلولاتها الحقيقية. يعني في النهاية نقول يعطيك العافية وجهد مشكور. يعطيكم العافية على جهدكم. شكرا. اسم الشاعر. شاعر نواف بن سعد بن حصيبان الشيباني. شاعر نواف بن سعد الشيباني الله يعطيك العافية على القصيدة ويعطيك العافية على مشاعرك. يا ديارا خيرها مزنت صبابة خص الله بالعطاء لينفض. يا ديارا خيرها مزنت صبابة خص الله بالعطاء لينفيضها عم نبع جود من تحت جنة خلابة تحت راية من دعا الله باسم السم وادعي عام الكدر واخلعي جلبابة بأمر من نزل تبارك ونزل عم نحمد الله في يديه القدر وسبابه كاشف الضر المعافي مزيل الغمة يوم ابو خالد تعافى عقب ما انتابه وارتعش لك القلب شفوق وامه يا المحبوب مل الارض حب احبابه كل شكل من الخليقة وكل مسمى البشر والطير والريمي وما أشابه حبت كل المخاليق حبا جمع لاشتكى سلطان مابه شكينا مابه ما للمة غير هم ابو خالد همه لا تعب قلب الجسد واشتكى ما صابه لاتداع ظل جسد بالسهر والحمى هو نفس روح الوطن والوطن يحيا به لا زهر سل أشم البلاد الشمة كل طيب من يمين التفوح طيابه شيد وقوم وعمر وعز ونمى للتحن الريح ريح الوطن وترابه وبتحس وتسترق الصفات السمة للتحن الريح ريح الوطن وترابه وبتحس وتسترق الصفات الصمة علم الحرب السلام وهزم حرابة واندعاها الحسم لبى نداه وتم من هو اللي لا اعتزى ما يحسب حسابه سيل واد اللي انت حماه شال ودمه من ظهر سلطان واسمه يكف القابة وي سلطانا عليها الوليد اسم. شكرا شكرا الله يعطيك العافية. تفضل أبو ماجد. والله ما أدري شو أقول هالقصيدة هذه ودي أقف لها صراحة. قصيدة رائعة جدا أبياتها تستحق الإعادة بس أنا ما أقدر أعيد صوت محمد زي من صوتي. أشكر هذا الشاعر من أعماق رغم أن القافية صعبة شوف هنا القافية صعبة ولكن شاعرها تمكن منها روضها. نعم. لنفسه روضها لشعره وأتت بهالكلام الجميل جدا. كل البيوت لو بعيدها كلها يمكن أعيدها كلها لكن فيها بيوت جميلة نبع جود من تحت جنة خلابة تحت راية من دعا تحت راية من دعا الله باسم السمع وادعي عمل كدر واخلعي جلبابه بأمر من نزل تبارك ونزل عمى والله العظيم أني ودي أعيدها كلها ونقولها لآخرها لكن أكتفي بالبيت الأخير صراحة أنه بيت مبهج
من ظهر سلطان واسمه يكف القاب وي سلطان عليه الوليد يسمى صح حسان شاعرها ألف يستاهل شكرا تفضل أبو ممدوح والله ما قصر أبو ماجد صراحة تطرق القصيدة فعلا كل الأبيات اللي فيها ينشاد بها صراحة لا تعب قلب الجسد واشتكى مصابه لاتداع أعضاء الجسد بالسهر والحمى فعلا حنا كلنا مع سلطان في كل ما يحس به الله لا يحسسها أي مضرة إن شاء الله فالحقيقة القصيدة هذه رائعة جدا وهني شاعرها على المقدرة الشعرية الفائقة شكرا لك أبو ممدوح تفضل أبو يزيد حقيقة قصيدة كتبت برؤية أدبية ناضجة تستحق الاحتفاء والإشادة والفرح يعني أبيات كثيرة تمطر شعرا يعني في كل بيت تجد قصيدة شعر متكاملة لكن بكتفي بيت واحد علم الحرب السلام وهزم حرابه واندعاه الحسم لبى نداه وتم يعني بيت جميل يلخص حتى السياسة المملكة السلام وفي قيادة رجل السلام اللي خيارها دائما الأول هو السلام إلا عندما تجبر على عكس ذلك شكرا الله يعطيكم العافية نتشوق نعرف اسم الشاعر شاعر محمد بن عامر بن نيف شاعر محمد بن عامر بن نيف الله يعطيك ألف عافية قصيدة تستحق كل الإشادة وأنت تستحق كل الشكر القصيدة الدولة اللي عزها الله بالإسلام وأقبل جهل بالدين ربي رحمها بالشرى تحكمها قيادة وحكام من يوم وحدها الإمام وحكمها اليوم صار لها 111 عام على مصير الخط هاللي رسمها وتبقى بعون الله على مر الأيام من فضل ربي ما ينكس علمها تمشي مسيرتها على العز قدام وتنهض عزايمها وتحفظ قيمها دامت وعبد الله على عزها دام قايد مسيرتها وخادم حرمها والحمد لك يا ذا الجلال والإكرام يا موجد كل البشر من عدمها يوم أبو خالد بالسلامة لنا قام وبالعافية متى حياته ودمها ولي عهد المملكة عوق الأخصام اللي صروح المجد شيد قممها وزير جيش للعداء مخل بالسام تطور قيادات الدفاع وخدمها ولا تنحصي مدات جوده بالأرقام بالخير ما تحصى يمينك كرمها جمعية تدعم ودور للأيتام والكل حالة مركز يستلمها مستشفيات تشفى الأقسام وأقسام حتى الدول من فضل جوده دعمها اسمع على صدر الزمن نوط وسام أتعب يد التاريخ وفنا قلمها مشاعري باحت بهر وسلا قلام تفوح من قلبي وفكري نظم شكرا هذه القصيدة الأخيرة في الجولة الله يعطيك علشان كذا بدعت الله يعطيك العافية تفضل أبو ماجد والله يا أخي هذه مثل القصيدة اللي قبلها مدهشة وسهل ممتنع يعني البيت ما تلقى فيه مطب صناعي يجيك البيت خط مستقيم نعم وصراحة الشاعر أنا شوف مشرع على كل الأبيات كلها ودي أعيدها مرة ثانية لكن صح لسان شاعرها وأقول له شاعر أبدع وأجاد وأسمع وأفاد صح لسانها ألف كل بيت يحتاج اللي عادة لكن مشكور شاعرها على سهولة السهل الممتنع اللي قدر أنه يجيبه بهالكلام الجميل صح لسانه يستاهل يعطيك العافية تفضل أبو ممدوح قصيدة جيدة جدا ويستحق لها الإشادة صراحة ومشاعري باحت بها روس الأقلام تفوح من قلبي وفكري نظمها أنا أقول الحقيقة هم فاحت من قلبك إن فكرك نظام على الواقع وعلى اللي أنت اللي مفروض واللي يقرأ والمقبول صراحة جميل وأنك وبعدين كل الأشياء تطرقها الشاعر ولا قصر صح لسانه شكرا الله يعطيك العافية الشاعر مشاعر الفوازي تفضل مشاعري باحت بها روس الأقلام تفوح من قلبي وفكري نظمها
النظم طبعا يعتبر من أسوأ أنواع الشعر، ولكن هذا النص لا ما يسمى نظم، يعني هذه قصيدة جيدة فيها الكثير من الومضات الجميلة واللمحات الجيدة اللي تخرجها من صفة النظم إلى دائرة الشعر الجميل. شكرا، الله يعطيكم العافية. نتعرف على صاحب القصيدة. شاعر نايف بن محمد بن حويل. الشاعر، وهذا أيضا معروف، الشاعر الشاب نايف بن محمد بن حويل ابن الشاعر الكبير محمد بن حويل، الله يعطيك العافية. قصيدة جيدة تستحق الإشادة، وأنت تستحق الشكر على مشاعرك. انتهت الجولة الأولى من الحلقة 17. عناد أنت جاهز؟ يعطيك العافية فهد، ورحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام في الفقرة الحوارية، ورحب بضيفي هنا لهذه الليلة الدكتور أحمد بن زيد الدعجاني أكاديمي وتربوي. دكتور أحمد، نحن هنا نحتفل بسلطان الإنسان، بسلطان الخير، بسلطان الأمير، وكل مواطن يحتفل بطريقته الخاصة. ماذا تعتقد ما الانطباع الذي تكون عند الآخر؟ اسمح لي أعيد صياغة السؤال، أقول ماذا يجب أن يتلقى الآخر؟ نعم. الآخر الذي لا يعرف ثقافة المملكة العربية السعودية، لا يعرف وشائج المحبة، لا يعرف خصوصية البيت السعودي، أرجو أن هذه المشاعر وغيرها من آلاف القصائد كما سمعنا المقدم الكريم ويقول أن هناك آلاف من القصائد التي وردت لهذه القناة المتميزة، أتمنى من القائمين على هذه القناة أو من المهتمين بالتراث أو بالتاريخ أن تترجم بعض هذه القصائد إلى اللغات الحية، ليعرف الآخر بثقافته وبمعطياته ماذا لدى المجتمع السعودي، لماذا المجتمع السعودي ملتصق بقيادته التصاقا فطريا طبيعيا دون مجاملة ودون حسابات معينة. هذا الذي يجب أن ينتقل للآخر. جميل. دكتور، طبعا أنت عشت الأمير سلطان عن قرب وتعرف هذا الرجل جيدا، يا ليت تحدثنا. لا أدعي أنني تشرفت بمعرفة سموه التصاقا وثيقا، ولكن رأيت الأمير سلطان من خلال ثلاث عيون. العين الأولى معطيات الأمير سلطان ونتاجه وفضله وكرمه الذي أجده في الآخرين وفي المواطنين والوافدين والدول الأخرى ومشاريع الإغاثة. هذه العين الأولى. العين الثانية، بحكم أنني أعددت كتابا أدعي أنه أول وأوفى ما كتب عن الملك خالد بن عبد العزيز، وللصلة الوثيقة بين الأمير سلطان والملك خالد، هناك صلة وثيقة جدا بين الملك النبيل والأمير الفارس، فتصديت لهذا التاريخ وألفت كتابا اسمه خالد بن عبد العزيز سيرة ملك ونهضة مملكة. فتشرفت بأن سمو الأمير سلطان عبد العزيز حفظ الله قدم لهذا الكتاب وشرف المؤلف وشرف المؤلف بتقديمه الكريم. فخلال رحلتي في هذا الكتاب عرفت الأمير سلطان في بعض المواقف. العين الثالثة، وهو دور الأمير سلطان في التنمية الإدارية في الجانب الإنساني، ما يقوم به في خدمة الوطن، هذه هي رؤيتي للأمير سلطان من خلال هذه المحاور. نعم دكتور أحمد، بالنسبة للكتاب خلنا نتكلم شوي يعني عن الكتاب، عن محاور الكتاب وش تناول، لأنه للأمانة هو الكتاب الأمثل في التوثيق الوطني وتوثيق شخصية مثل شخصية الملك خالد. أشكرك على أنك أعطيتني دعاية مجانية للكتاب، والكتاب هو لا أدعي أنه الأمثل، ولكنه الأشرف بالنسبة لي أن ارتبط اسمي الصغير بعملاق مثل الملك خالد بن عبد العزيز الذي ملأ جوانحنا وملأ قلوبنا وملأ عيوننا بالحب والتقدير، ومن خلال تدينه ومن خلال مفاتيح شخصيته المتميزة. هذا الكتاب، كتاب الملك خالد، أمضيت فيه 7 سنوات ولله الحمد، 7 سنوات سيمان. عرفت الأمير سلطان من خلال هذه الرحلة في اهتمامه بأن يكون كتابا معتدلا، كتابا واقعيا، معلوماته دقيقة. وشهد لهذا الكتاب
الأمير النبيل سعد بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن غفر الله له، الذي قال لي في حضرة الأمير سلطان: كل معلومات هذا الكتاب عرفناها وشهدناها وعايشناها. جميل. فهذا هو مصدر فخر لي الحمد لله. جميل. دكتور أحمد، تحدثت أنا وياك قبل بداية الحلقة وكنت تقول يجب أن توثق حياة رؤسانا أو آل سعود. نعم. في كتب لتثرى به المكتبات. لدي رؤية من بعد أن يعني تجاوزت مرحلة الماجستير ودرست الملك عبد العزيز من خلال أساليبه وسماته، أرى أنه يجب أن تدرس حياة وسيرة وسلوك وسمات ووشائج المحبة وخصائص الكاريزمية التي يتميز بها القادة، قادة المملكة العربية السعودية، دراسة سيكومترية، دراسة فيها منظور تاريخي ونفسي، حتى توضع كقائد لمن يريد أن يبحث في سير الرجال وعطاءاتهم. وبالتالي كيف نجحت المملكة العربية السعودية؟ هذا القطار الذي بدأ من عام 1115 إلى الآن وهو لم يتوقف إلا في محطتين، مستمر عطاءه على العالم، حفظ الحرمين الشريفين، قيادة العالم الإسلامي. لابد أن هؤلاء القادة لديهم من المزايا والسمات، وهو مؤكد، ما يختلفون بها عن الآخرين. جميل. يعني تطلب أن يوضع هذا التوثيق في يد الباحث، في يد أنا لا أطلب، ولكن أقول أنه من الضرورة أن تقوم الجامعات ومراكز البحث ومن يدرس سير الرجال. نعم. حتى نعرف نحن كيف عرفنا عظماء الرجال، كيف عرفنا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف عرفنا عبقرية أبو بكر، كيف عرفنا السير من خلال سلوكهم، من خلال تصرفاتهم، من خلال ما وصل إلينا بالتواتر عن هذه الشخصيات العظيمة. حكامنا الأفداد شهد بهم العالم الآخر. يعني عندما تأتي بأحد الأمراء مثلا، قبل ليلتين قبل أن أتي إلى هذه القناة كنت في أحد المناطق مع أحد الأمراء، حفيد ملك وابن ملك وعمه ملك، يتناول الإفطار بجوار المواطنين معهم ويسأل عن أكلهم ويسأل عن خصائصهم ويستمع إلى شكواهم ويصلون بجواره جنب لجنب. هذه أحد الخصائص التي يجب أن تدرس، الثقة، الهيبة، الكاريزما اللي عندهم. هذا الذي قصدته. يعني يأخذ أجزاء في مثلا في هذا التوثيق دكتور أحمد، يأخذ مثلا توثيق حياته العادية وحياته مثلا السياسية وحياته، يعني ترى أنه يأخذ جميع الجوانب في حياته. لو أخذنا مثلا الأمير سلطان وهو فارس هذه الحلقة، من خلال عطاء أكثر من 50 سنة وزير الدفاع، عطاءات الإنسانية، مركز الأمير سلطان متقدم للطب للقلوب، طب القلب. نعم. الذي عندما عرض عليه وكانت هناك خيارات في أن يكون مستشفى عاما أم يكون متخصصا في القلب، كتب على الخطاب القلب أولا. نعم. لماذا كتب؟ الآن بعد أن فتح المركز يمكن لها 15 سنة. نعم. الآن المركز يوميا تنقذ حياة إنسان مؤمن برب العالمين بسبب سلطان بن عبد العزيز. اليوم تنقذ حياة إنسان غير سعودي بسبب هذا الفضل الذي أسدى به الأمير سلطان بن عبد العزيز. هذه الأشياء التي يجب أن تطرح في مجال البحث العلمي. جميل. يعطيك العافية دكتور أحمد، المزيد والمزيد من الحديث معك، ولكن بعد أن أنتقل إلى زميلي فهد. فهد تفضل. شكرا جزيلا لك يا عناد، وشكرا لضيفك الدكتور أحمد الدعجاني. لا شك أن الحديث عن أبرز أو سمات الأمير سلطان بن عبد العزيز حديث لا ينتهي، لكن جولتنا الأولى من هذه الحلقة مشاهدي الكرام انتهت. بعد فاصل قصير نستكمل هذه الحلقة، الحلقة 17 والجولة الثانية. سلامة أنت طول الغيم وعذوق النخال والطير تزف بها الشمس.